أكدت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة على أن دعم وتكاتف أفراد المجتمع البحريني الواعي بمسؤوليته تجاه الوطن يعد من أبرز مرتكزات النجاح لكافة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. هناك دعم وتكاتف المجتمع البحريني الواعي بمسؤوليته تجاه الوطن والمواطن يعد من أبرز مرتكزات النجاح لكافة الجهود الوطنية للتصدي لهذا الفيروس، فيروس الكورونا. ومن الواجب ضرورة التزام جميع فئات المجتمع بمواصلة هذا التلاحم والتكاتف مع الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس بعزم ومسؤولية لتحقيق الأهداف المنشودة للحد من هذا تفشي هذا الفيروس. كما أن هناك في هذه المرحلة نؤكد ونشدد على ضرورة مواصلة أفراد المجتمع في التلاحم والتعاون تجاه مواصلة تطبيق الإجراءات والالتزام بكافة التعليمات الوقائية التي يحرص الفريق الوطني على التأكيد عليها. ومن أهمها أن هناك تجنب التجمعات والازدحام في الشوارع العامة والطرقات والتي قد تكون فرصة لنقل العدوى.